بنصبح على حضراتكم مره تانيه. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافه الانحاء. في النهارده نشاط للرياح على كافه المناطق وشبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. في كمان نسبه رطوبه مرتفعه هتزيد من احساسنا بالحراره عن المتوقع بحوالي درجتين او 3 درجات. على العموم خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبار الجو ايه النهارده وبالنسبه للرطوبه والرياح والاتربه وكل التفاصيل الخاصه بالجو؟ هو طبعا احنا استمرار تاثرنا بمنخفض الهند الموسمي اللي مع كتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط هيؤدي لاستمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه في الجو، وارتفاع نسب الرطوبه هو اللي بيخلينا نحس ان احنا في ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال فترات النهار، لأن يعني اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 35 درجة مئوية، ودي تعتبر حول المعدلات الطبيعية، لكن احنا هنحسها لو تكون 37-38 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو. كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبالتالي طقس فترة النهار بيكون طقس حر رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. طقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، أغلب محافظات الجمهورية درجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية، لكن طبعا إحساسنا هيكون أعلى من القيم عشان ارتفاع نسب الرطوبة. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الأجواء بتكون أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء. كمان اليوم متوقع يكون في نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات، سرعته ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيساعد بعض الشيء على تلطيف الأجواء وإحساسنا بنسب رطوبة أقل فترات المساء وساعات الليل. متوقع كمان مع نشاط الرياح اليوم يكون في اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. أنا كنت لسه هسأل حضرتك على الموضوع ده، لأن برضو كان يعني قريت حاجة بيان إنه في السواحل الشمالية الموج ارتفاعه أعلى من الطبيعي، يعني كان في، معرفش إذا كان ده صح ولا لأ يعني. لا بالفعل، يمكن على شواطئ البحر المتوسط وخاصة شواطئ دمياط وبلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح المطلة على البحر المتوسط هيكون في سرعات رياح عالية على البحر المتوسط تتراوح ما بين 50-60 كيلومتر على الساعة، وده هيؤدي لارتفاع أمواج خاصة على الشواطئ ما بين 2-3 متر. طبعا الارتفاع ده عالي هيؤدي أو ممكن يشكل خطورة على السادة المصيفين، فاحنا لازم ياخدوا حذرهم بشكل كبير خاصة المطلة على البحر المتوسط في المدن اللي احنا ذكرناها. كمان طبعا فترة الصباح الباكر ما زال معانا تكون لسبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا بتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن وبتبدأ الشبورة المائية في التلاشي. الأجواء دي متوقع إن هي تستمر معانا كمان حتى منتصف هذا الأسبوع، يمكن على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله. اضطراب الملاحه البحريه اللي على البحر المتوسط او ارتفاع الامواج اللي على الشواطئ هيكون معانا غدا، يعني هيكمل معانا كمان لحد يوم الاثنين، يعني النهارده وبكره وبعده هيكون في ارتفاع امواج على الشواطئ، فمهم جدا نحذر كل الساده المصطفين او الموجودين المصيفين الموجودين على شواطئ البحر المتوسط ناخد بالنا، يعني نتجنب نزول البحر اثناء فتره الاضطراب. كمان بقدر الامكان فتره الظهيره دي الفتره اللي احنا بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، تعرضنا لاشعه الشمس المباشر ممكن يصيبنا بضربات الشمس او الاجهاد الحراري وهيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، فبقدر الامكان لو انا موجود في الشارع في فتره الظهيره لازم يكون معايا غطاء لرأس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، ومهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. يمكن الاجواء مستقره بشكل كبير لكن ناخد بالنا ان ارتفاع درجات الحراره وخلال ال 48 او ال 72 ساعه القادمه من اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط. اكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة العظمى 35 والصغرى 23، وفي العاصمة الإدارية 36-23،
اسكندرية 30-24، أيضا في العلمين الجديدة 30-24، مطروح 29-24، دمياط 32-22، بورسعيد 33-24، والإسماعيلية 36-23. في السويس العظمى 36 والصغرى 23، والعريش 33-23، وفي كاترين 33-16، وطوبة 35-25، حلايب 34-28، وشلاتين العظمى فيها 36 والصغرى 29، في شرم الشيخ 37-29، وفي الغردقة 37-28. في الفيوم العظمى 36 والصغرى 24، وفي بني سويف 37-24، الوادي الجديد 40-26، وأسيوط 38-25، في سوهاج 39-26، وفي قنا 39-27، في الأقصر درجة الحرارة العظمى هي 40 والصغرى 27، وفي أسوان 41-29. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لبسنت والشاذلي ونتابع مع بعض بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.